السلام عليكم. فيديو اليوم نتكلم فيه عن سؤال سألوا أحد المشاهدين لقناتي، شكرا له. طبعا السؤال كان ما هو الفرق بين الدبل أكشن، المسدس الدبل أكشن والسينجل أكشن. طبعا بدل ما أكتب الجواب يعني نكتبه كتابة، حبينا أنه نعملها زي عن فيديو، والأساس أنه يكون واضح للجميع الفرق بين السينجل أكشن والدبل أكشن. طبعا الدبل أكشن والسينجل أكشن معناها الدبل معناها اللي هو مزدوج الفعل، المسدس اللي هو ازدواج الفعل، والسينجل اكشن اللي هو احادي الفعل. شو المعنى؟ طبعا في المسدسات الدواره اللي مثل هذا النوع، المسدسات الدواره في الانواع اللي بتطلق النار من الدبل اكشن، او اذا كان بيطلق النار من احادي الفعل من هذه الوضعيه، طبعا بنرجع المطرقه الى الخلف. اذا وبهذه الطريقة طبعا تطلق النار. طبعا احنا يعني كله فاضي، يعني تأكدنا من قبل الفيديو. طب بيطلق النار من هذه الوضعية، هذه اسمها اللي هي السينجل اكشن اللي هو احادي الفعل. طبعا هو ممكن انه يطلق من ازدواج الفعل طبعا، بس إذا أنت حبيت يعني إذا كان خيارك أنك تطلق النار من هذه الوضعية، هذا الخيار برجع لك، لكن لازم تعملها في كل رصاصة أو حسب يعني رغبتك أنت في الفعل هذه. طبعا في مسدسات، طبعا الفرق بين السينجل، طبعا أنا لما عملت الدبل اللي هو شو عملت، أنا رجعت الزناد، ضغطت على الزناد يعني إلى أن رجع المطرقة، رجعت إلى الخلف نص، بعدين ضغط كمان شوي وتقدم الى الامام وصارت عمليه اطلاق النار. طبعا في المسدسات اللي هي الازدواجي فقط، مزدوج الفعل فقط، يعني هذا ما ممكن ارجعه واخليه ثابت على هذه الوضعيه كما في المسدس هذا. هذا ممكن ارجعه لورا عادي، لكن هذا لا يمكن. طبعا فقط بيعمل سنجل اكشن اونلي، سنجل عفوا دبل اكشن اللي هو ازدواج الفعل فقط. وشوف يعني ضغطة الزناد صعبة أو ثقيلة كل رصاصة تضربها، ولازم تعملها مع كل رصاصة. في مسدسات طبعا السينجل أكشن واللي هي الازدواجي فقط، ازدواجي ما بيطلق النار من الوضعية هذه. إذا تلاحظوا، إذا تتذكروا أفلام الكاوبوي القديمة الأمريكية، الكاوبوي كانوا يعمل في المسدس لما بيطلق النار كان يعمل حركة مثل هذه، تشبه هذه الحركة، هو عبارة عن كان إنه يرجع المطرقة إلى الخلف على أساس إطلاق النار. كل مرة بدأ يطلق رصاصة لازم يعمل الفعلة هذه. طيب هذا بالنسبة للمسدسات الدوارة. في مسدسات السينجل أكشن أو الانفرادية أو أحادية الفعل اللي هي الأوتوماتيك أو شبه الأوتوماتيكية، مثل هذا المسدس طبعا. طيب بيطلق النار فقط إذا كانت المطرقة في هذه الوضعية، ما بيطلقها إذا ما بيطلق النار إلا إذا كان في الوضعية إلى الأمام، يعني اضغط على الزناد ما راح يطلق، لازم ترجع المطرقة إلى الخلف ويطلق. طبعا الآن صار اسمه سينجل أكشن، لأنه أنت لما ضغطت على الزناد، أنت ما ضغطت على الزناد مشان ترجع المطرقة إلى الخلف كما في المسدسات الثانية اللي جايينها، فقط أنت ضغطت على الزناد على أساس أنك تقدم المطرقة اللي تضرب مشان تضرب الإبرة هذه. شوف فقط، طبعا هو كل ما تطلق النار هو راح يعمل دورتها، وراح يعمل راح يرجع المطرقة إلى الخلف كل مرة. كل ما تطلق النار راح يعمل الحركة هذه على أساس هتظل إلى الأمام. طبعا لما يخلص الرصاص فيها طبعا تشوفها صار في الوضعية هذه اللي هي الزلاقة رجعت للوراء وظلت للخلف، رجعت للخلف لأنه المسدس أو المخزن ما فيه رصاص. طبعا بالنسبة لمسدسات الازدواجية الفعل أو الدبل أكشن، في دبل اكشن فقط، بتيجي دبل اكشن يعني لوحده، يعني ما بت مثل المسدس هذا اذا بتتذكروا اللي شفناه اللي هو الدوار، هذا دبل اكشن فقط. يعني شوف سحبه الزناد عليها يمكن تكون حوالي 2 كيلو ضغط او ما شابه، تكون صعبه شوي. في مسدسات شبه اوتوماتيكيه تطلق النار بنفس الطريقه، أو الزناد ضغط الزناد يكون بنفس الشكل. طيب
لما في مسدسات ممكن أنها تطلق من الوضعيتين، ممكن أنها تطلق من هذه الوضعية كما رأينا في المسدس البكرة، المسدس الدوار هذا ممكن أنها تطلق من هذه الوضعية. طيب، وفي أو ممكن أنها تطلق من الوضعية اللي كانت الأمام. طبعا هذا المسدس نفس الشيء، ممكن نطلق من هذه الوضع اللي كانت المطرقة إلى الخلف، أو ممكن نطلقها إذا كانت إلى الأمام. طبعا إحنا كل مرة بنضغط الزناد هي راح تكون في الوضعية هذه كل مرة، أول رصاصة فقط قد تكون في هذه الوضعية، إلا إذا أنت سحبت ضغطت حبة المخزن في المسدس وسحبت الأقسام وشوف بعدين رجعت هذه صارت للخلف. الآن ما تكلك لأنه ضغطة الزناد صارت أسهل، فكل مرة بتضغط الزناد هي راح تعمل دورتها لوحدها، لهذا السبب يسموه شبه أوتوماتيكي أو سيمي أوتوماتيك. طبعا هذا يسموه دبل سينجل، دبل سينجل يعني اول رصاصه دبل في معظم الاحيان، طبعا حسب انت كيف انت بتشيله. اذا كنت انت حامله مثلا حاطه في يعني على جنبك بهذه الوضعيه، طبعا انت مش راح تحمله بهذه الوضعيه الا اذا طبعا كانت عندك الخبره الكافيه انك تحمله بهذا الشكل. ممكن انك تحمله بهذا الشكل، وطبعا اول رصاصه لازم تكون يعني لازم تعملها من الدبل اكشن او الازدواجي، بعدين تعملها من السينجل. طبعا هي لوحدة، انت ما بتعمل كل هاي الاشياء الحركات هذه ما عليك، انت فقط دافع عن نفسك او اطلق النار سواء يعني شو ممكن الظرف، وهو المسدس راح يعمل الدورة كما هو يعني مصمم انه يعمل. فانت ما تكلك على في انك ترجع المطرقة الى الخلف او الاقسام الى الخلف او اي شيء من هذا القبيل. هذا هو بالنسبة لهذه المسدسات. طبعا ازدواجية الفعل، وطبعا في عندك الوحدية الفعل. آخر نصيحة بحب أعطيها إنه ابعدوا المسدسات والأسلحة النارية عن متناول الأطفال، وأي تعليقات أي شيء بتحبوا تسألوه ياريت تتركوا لي في قسم التعليقات وتعطونا زي لايك ويعطيكم العافية.